والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبع طريقه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ما الذي يجعل الإنسان في هذه الحياة مستقر؟ ما هي الأسباب التي توصل الإنسان إلى الاستقرار والأمن والسكينة؟ وفي المقابل ما هي أسباب عدم الاستقرار؟ في جوانب مهمة. إحنا نتكلم عن المسلم ولا غير المسلم؟ المسلم له حالات وغير المسلمين لهم حالات. لو شفت والعياذ بالله مرض الاكتئاب والحزن والهم والقلق والاضطراب تلاقيها منتشرة في غير المسلمين، بالرغم من توفر كل الوسائل، الحياة الآمنة، الاستقرار، الوظيفة، الأمن، الأمان، كل العوامل الموجودة. إذن فبالنسبة للمسلم في أسباب، وبالنسبة لغير المسلم في أسباب أكثر. فإحنا اللي يعنينا في هذا الأمر المسلم، ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ومواضع كثيرة، ولكن يجب أن نلتفت إليها وننتبه إلى بعض آيات القرآن، لأن نعمة من نعم الله عز وجل. يعني لو سألنا كل واحد موجود هنا إيه، ما هي الأوقات التي شعرت فيها بعدم الأمن والاستقرار؟ مش لازم النفسي فقط، في جوانب كثيرة، في عدم استقرار مالي تعلق بالمال، في عدم استقرار صحي، في عدم استقرار عائلي، في عدم استقرار مجتمعي، في عدم استقرار نفسي، في عوامل كثيرة جدا. فمن أي جانب لو تكلمنا هتلاقي في عوامل كثيرة جدا، فمنها ما هو متعلق بالمال، الالتزامات المالية، وخصوصا الناس في بلادنا فاكرين اللي عايش في أمريكا وأوروبا ده يعني يقتطع مالا من جبال، ما عندوش مشاكل مالية. والحقيقة الالتزامات المالية هنا أكبر من هناك. قيمة الإيجار، العلاج، المدارس والجامعات، مسائل مسؤوليات كبيرة جدا. لذلك تجد كثير من الناس يعيش بالكاد، يكاد دخله يغطي نفقاته بالكاد. هذا قلق على مستقبله ومستقبل أبنائه، ولذلك يلجأ بعض الناس إلى التأمين على الحياة أحيانا من وجهة نظر إنه يريد يأمن نفسه يأمن أبنائه، وهذا اتفقنا واختلفنا معه مش صحيح. لكن القلق الذي أصاب بعض الناس ألجأهم إلى أحد هذه الحلول. الآخر الكريدت بتاعه انضرب لأنه مش غير قادر على الوفاء بالتزامات العلاج وغير ما دافع، يروح ويتعالج ويطلع ما عندوش حل. وغيره عائلي فيش استقرار، في مشاكل عائلية. وغيره نفسية قد يكون بسبب اضطراب، بسبب مشاكل، بسبب عقد، بسبب ظروف خاصة. احنا موضوعنا هو هذا الموضوع، ما هو مفهوم الأمن؟ وسؤالي لكم والله حتى نلفت أنظار النظر ونظركم إلى نعم احنا مش حاسين بها بصراحة. يعني لو سألنا، مش رحت سريرك الليلة اللي فاتت ونمت كويس؟
طب عرفت قيمة هذه النعمة؟ احنا في البلاد تلاقي اصوات وصريخ وضرب وما تعرفش تنام. انت هنا ما تسمعش صوت. بل هي بعض مشكلة بعض الناس ما فيش صوت. مشكلة بعض الناس يقول لك يا اخي ده ناس كأننا عايشين في مقابر فيش صوت. هناك حياة. لكن لو عشت فيها طويلا تصاب بالاضطراب والقلق لانه حالات يعني تسبب ارهاق. الصراخ الدائم ومع الضغط العصبي والنفسي والكل بيتدافع والكل بيصرخ والكل بيسب هذه حاله لا تستطيع ان تعيش معها. ونسال الله ان يعين اخواننا واخواتنا اللي عايشين في بلادنا في ظل هذه الاجواء. لكن انت الحمد لله رب العالمين تأوي الى فراشك في هدوء فضل الله عز وجل ولا تشكش. طالما نمت اذا الحمد لله معافى. أويت بيتك أنت آمن، استيقظت في الصباح لا شيء يهددك ولا يهدد حياتك. إذا نعمة الأمن على النفس والأهل والمال والصحة كم نعمة وأنت لا تشعر. تأكل فلا تشكر. تشرب فلا تشكر. تدخل بيتك آمن، تروح لعملك آمن، تأوي إلى فراشك آمن، تستيقظ في الصباح ولا عندك مشكلة. لكن عندك بعض الأمور مشاكل هنا التفكير في المستقبل والمال والفواتير هذه أمور بسيطة لكن أهمها إن أنت فيه تستطيع أن تأكل ومعدتك تهضم الطعام وتستطيع أن تدخل الحمام لتقضي حاجتك وتستطيع أن تأوي إلى فراشك لتنام قرير العينين. آمن في أهلك وفي على مالك وعلى ولدك وعلى عملك وعلى نعم من نعم الله العظمى من نعم الله العظمى على الإنسان. تأكل ثم تقضي الحاجة. ومن نعم الله إن جعل لك إنذار إذا أردت قضاء الحاجة يعطيك إنذار وطويل المدى. ماذا لو إنه الآن جاء الإنذار لازم تقضي. يعني أحيانا بيحصل لنا واكلين أكلة سمينة شوية مناسب الآن تعمل ايه؟ ده انت بتبقى عايز الحمام يتحرك يقابلك. فنعم ربنا انه يديك انذار في الحالات الطبيعيه انذار طويل المدى قد يمتد الى ربع ساعه نص ساعه يعني ساعه تتحمل نعمه. ماذا لو انه ربنا جبلنا على هذه الفكره انه بمجرد ما ياتي الانذار فورا مشكله. لو لم تجد مكان بتسوق ما فيش مكان طب تروح فين؟ قد تكون مشكله. نعم من نعم الله عز وجل جعل لنا القدرة على التحكم في هذا والصبر على ألم الجوع والصبر على ألم العطش وحبس البول وحبس الغائط إلى مدة معينة حتى ونشعر بعدها بالراحة. ونقول إيه بقى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي عافاني من الأذى. عافاني أي أذى؟ هذا لو بقي بالداخل يموت. لو لم يخرج هذا ما استقامت حياة الإنسان. فنعمة من نعم الله عز وجل تروح الحمام تقضي حاجتك تتبول أو تتغوط. نعمة. من أدرك قيمة هذه النعمة؟ من أدرك وفكر في أولئك الذين ينامون على فراش المرض ويحطوا له عافانا الله وإياكم أسطر ويحطوا له كذا لا يستطيع الذهاب ولا الحركة ولا الطعام ولا الأكل والشرب محاليل وأكياس عافانا الله وإياكم. نعم. لما تقارن هذا بنعمة قلة الدخل أقول يا عم اتركك دخل من ده أنا له نعمة. أنا آمن على شو بلادنا. هل يأمن أحد في مصر مثلا خروج من ليلا واللي عنده ولد يتخطف واللي عنده زوجة وضع صعب. هل نفكر في حال هؤلاء ولا إخواننا في فلسطين يا جماعة مدهمات استيلاء على الأرض خطف قتل أطفال نساء لا يتوقعون ارتكاب أي جريمة. طب إحنا بنقول مصر كم شهر طب فلسطين كم سنة. ترويع وإذلال وتهديد لحياتهم في كل لحظة في كل لحظة. هل فكرنا في هذا ولا إحنا
أصبحت يعني سيستم البلد هنا عودنا على أنه خلاص حتى لو رحنا بلدنا ننزعج بالصوت العالي يلا نرجع. طب كيف تستقيم حياة هؤلاء وهم إخوان لك؟ اللي يصلي في المسجد الأقصى وغير آمن، وشوف المداهمات، ولليهود وإخراج المسلمين وتخصيص أصبحوا يعني سيصنعون بالمسجد الأقصى، والعياذ بالله نسأل الله ألا يحصل هذا بما حدث في 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 مسجد الخليل، مسجد إبراهيم. قعدوا شوية يوم كل أسبوع بعدين زادوها وبعدين بيقتسموه الآن مع اليهود المتطرفين، لهم يوم ودون يوم، وأصبح المسألة صعبة والكل ولا والحق. الناس أراضيهم تختطف، مقابرهم تجرف، مزارعهم تقتلع، بيوتهم تهدم، ولا مجرم ولا حد يتحرك ولا يتحرك. فنعمة من نعم الله عز وجل أن تأكل طعامك فلا تشكر، وتأوي إلى قضاء حاجتك فلا تشكر، وتأوي إلى فراشك فلا تشكر، وتخرج إلى عملك آمنا، وترجع إلى بيتك آمنا فلا تشكر. من نعم الله عز وجل. وللأسف دين الإسلام يذكر ويتكلم عن الأمن كثيرا، يقول الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. من هو رب هذا البيت؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوف لما ربك يذكر شيء له غاية وحكمة. اذكر نعمة الأمن بعد الخوف. من الذي أمنك؟ من الذي أطعمك؟ من الذي سقاك؟ من الذي ساق إليك الحلوى الطعام والشراب والفاكهة والماء العذب الفرات السائغ الشراب اللبن العسل؟ نعم، وإحنا نأكلها نتناسى هذه النعم العظيمة من الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربة، حديث رواه الإمام الترمذي، آمن في أهلك، في مجتمعك، في عملك، في قبيلتك، آمنا في سرب. السرب هو الجماعة التي تقيم فيها، سواء جماعتك العائلة، الولد، الأهل، الجيران. الحقيقة مجتمعنا يقدس قضية الأمن. الإسلام أعظم تقديسا لقضية الأمن من أي قضية أخرى، يعني يقدس قضية الأمن. وقضية تخويف الناس تخويف. ولو قرأت آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب لماذا قال الله أو؟ لأن الجريمة مش واحدة، الجريمة تأخذ أشكال متعددة. واحد قتل ليستولي على مال أو على عرض يقتل. واحد خوف الناس وقد ترتب على هذا التخويف استدراج للقتل، بمعنى أنه قطع طريق وروع أمن الناس، يستولي على أموالهم، يهتك أعراضهم، يقتل ويصلب. الأول قتل فقط وخذ أموال أو كذا، الثاني ده قطع طريق، جلس في مكان ما أو في منطقة ما فأرعب الناس وخوفهم وأخذ أموالهم وقتلهم. جرائم متعددة الجوانب. أو ينفوا من الأرض، إذا الرجل هذا الإرهابي الذي خوف وقتل وأرعب وسرق وسلب تكرر منه بعد أن قطعوا أيديهم وأرجلهم، ما زال يرتكب هذه الجريمة، ينفى من الأرض. إذن اللي يخوف فقط، يخوف فقط تقطع أيديه وأرجلهم من خلاف. إلى هذا الحد الإسلام وضع أسس أهمها الأمن.
الامن لسعاده المجتمع. اول ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اقام في المدينه 13 سنه يا جماعه، تعرض لكل انواع الرعب والتخويف والتهديد والحصار، ومع ذلك ما رد باي نوع من انواع الرعب، لانه هو نبي الرحمه، نبي السلام 13 سنه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احدا قال له روح احرق بيوتهم او اقتل ابنائهم او اخطف لنا ولد؟ مش 13 سنة. لا حرق ولا قتل ولا رد من عنف، خرجوا مكروا به ليخرجوه او يثبتوه او يقتلوه، فكان الخروج، كان الخروج. ثم بعد ان رجع من مكة فاتحا ماذا فعل؟ دخل منكس الرأس لان ثم قال في آخر الحديث وإن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم حرام. إذا نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بات آمنا في سربه، أن تكون آمنا على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى عرضك وعلى دينك. إحنا الآن نمارس شعائر الدين في هذه البلاد بحرية، بحرية. لو ان واحد الان في بلاد المسلمين ملتحي اصبح متهم. الملتحين كلهم بيحلقوا دونهم الان، لان يقول لك بيقضوا علينا، ما بيفرقوش انت مين، اصبحت وصمه عار واحد ملتحي. وهل لو انه في واحد اخطا من الملتحين يؤخذ بجريرته كل ملتحي؟ امراه من القبر اتكلت خطا ولا محجبه، خلاص الناس كلها تخلع الحجاب؟ واحنا هنا يقول لك مارس شعائر دينك بالطريقه اللي تعجبك دون ان تضر بامن الاخر. شوف الروعه، هذا دين، هذا دين. الامور تحولت، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد الاسلام غريبا وسيعود غريما كما بدا، فطوبى للغرباء. الاسلام بقى في بلاد المسلمين شيء شاذ، شيء غريب. كل اللي يتكلم باسم الاسلام امنع امنع امنع. كثير من الناس يقول لك لا، واصبح يبرر، ما هو خايف، يقول لك اللحيه يا عمي، يا عمي اللحيه، ده الايمان نقره في القلب، شيلها بلاش، استريح. انت ليش تحط نفسك في سين وجيم؟ وحتى العوام استدرجوا الى هذا الخطر. كل ما يشوف واحد صاحب خائن عميل دخيل، دخيل هو هنا، احنا في اسرائيل، ده بلاد مسلمين يا جماعه، ده بلاد المسلمين، البلاد اللي بترفع فيها كل اللي فيها 1000 مأذنه و2000 مأذنه وكلها تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ايه اللي حصل؟ فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون اذا فسد الناس، إذا فسد الناس يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. فتخيل هذه الغربة، بدل ما كانت بلاد المسلمين واحة للأمن للدنيا كلها، وأول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن. هل هذه دعوة إلى الإرهاب والقتل؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يحقن الدماء، كل واحد يدخل بيته خلاص، مفيش اللي يرفع سيفه ويقاتل في الحالة دي، لازم يدافع. هو داخل فاتح لمكة، لكن شو بقى اللي بيدخلوا البلاد الأخرى بغير دين الإسلام، شو إيش بيعملوا وإيش الدعاوى الحرية اللي رفعوها، وشوف كم مليون بين قتيل وشريد ومهجر ومعوق بسبب هذه الحروب اللي شنوها بدعوى الحرية، وخلفوا وراءهم جرائم، جرائم سيذكرها التاريخ ولن ننساها، اعتقالات، قتل أطفال، تشريد، تشوهات خلقية بسبب الأسلحة الفتاكة اللي استخدموها تحت دعوة يقول لك تحرير المنطقة، وكله لبيب بالإشارة تفهمه في بلاد كثيرة.
أي حلية هذا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترق قطرة دم واحدة إلا أسامة بن زيد اللي بالخطأ قتل واحد. قال لما قتلت؟ قال يا رسول الله ما قال لا إله إلا محمد رسول الله إلا لينقذ نفسه من الموت. قال على شهر حتى لامه النبي في ذلك، عاتبه على ذلك ولم ترق قطرة دم. فتح بلد ظلت تدين بالكفر والضلال وتحارب الإسلام والمسلمين لسنوات ولم ترق قطرة دم واحد. وهل قهرهم النبي وفرض عليهم الإسلام؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف منتهى التحضر. والله عز وجل يقول وإذ جعلنا البيت، أي بيت؟ بتصلى على النبي يا جماعة، أي بيت؟ بيت الحرام، مثابة للناس وأمنا. إلى الآن الشجر لا يقطع، حتى أعزكم الله لو شفت حشرة لا تقتلها في الأشهر الحرم أو في أيام الحج، في أيام الحج حشرة أي كائن حي ممنوع، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، صيد. فما بالك بالإنسان؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. مش على كيفك تروح تشتري مكانه وتجيب، لا، ده لازم تفيد لجنة تشكل من أهل العدل. ماذا قتل؟ قتلت طائرا، تعال يحكمه ايش نوع الطائر ويشترى من كذا، اشتريه هذا مكان وإحنا نشهد انك انت رجعته. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، اسمع، ليذوق وبال أمره. كأنه ارتكب جريمة في طائر، في أي كائن حي خلال أيام الحج. سبحان الله، شوف إلى هذا الحد. الإسلام دين الأمن، دين الأمن. والله عز وجل يقول إنه لن يرفع عنكم هذا القلق والاضطراب وعدم الاستقرار إلا الإيمان. فأول أسباب الأمن للإنسان بشكل عام في هذه الدنيا الإيمان. الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الله قال ظلم، والظلم هنا معناها الشرك، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعلى وأول درجات الظلم هو الشرك بالله، أن يظلم الإنسان نفسه مش بالشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك شوف البلاد، أكثر البلاد تقدما وتحضرا ورفاهية، كل الأمن متوفر والحياة والترف والنعيم والمال والمنصب. لماذا هم أشقياء؟ لأنه هذا وعد الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، معيشة ضنك، عايش بلا هدف بلا غاية. الإيمان يصنع السعادة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل قال في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم، مرة ثانية آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين من قبلهم. شوف العرب البدو اللي كانوا حفاة عراة في الصحراء قادوا العالم بالإيمان بالعدل بالعلم بالحكمة ونشر الخير في كل أرض، حتى وصلوا إلى أوروبا والصين، ووصلوا إلى روسيا، وصلوا إلى إسبانيا بالعلم والفهم والحكمة وحسن الخلق وحسن الخلق. هل كنت تتخيل أن المسلمين يقيموا، إحنا كنا، ولو أنهم استقاموا على دين الله لا أقاموا هناك حتى يرث الله الأرض من عليهم، كانوا يسمحوا لهم يدخلوا إلا إذا رأوا منهم خلقا عظيما أدبا جما. بالفعل استقام، وكان يمكن أن يستقروا حتى يرث الله الأرض إلى يوم القيامة. ولكن في درس،
فقال الله عز وجل لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبعدين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والأمن يا جماعة لا يفرض بالتسلط، يعني واحد واقف على رأسك بالرشاش يقول لك أنت أنا هحميك بس إياك تتكلم وإياك تطلب أي طلب. أمن إيه ده؟ ده السجن أحسن على الأقل، في السجن هيأكلوه ويشربوه ويقولوا له روح الحمام يودوه. إذا الأمن لا يفرض، الأمن شعور إنساني يترتب على العدل وإقامة العدل. سيدنا عمر وهو رئيس الدولة ينام تحت الشجرة في الشارع ويأتي رسول من الروم ليسأل عن قصر الخليفة، قالوا قصر الخليفة تهكموا عليه، تعال معنا نوديك قصر الخليفة. قصر الخليفة رأوه ممددا، عمر وعارفين ممدد تحت جزر، هذا قصر خليفتكم؟ هذا هو قصر الخليفة. قال هكذا هكذا تكون هذه أمة العدل. فالرجل قال كلام شاهد لأمة الإسلام بأن حكمت فعدلت، فالعدل جاء نتيجة للحب، حكم عادل ترتب عليه الأمن. إذا حكم غير عادل لا يوفر الأمن. وإلا إيه رأيك في البلطجية وتجار الحشيش اللي في بلادنا منتشرين بالمئات الآلاف؟ أي أمن هذا أنت؟ البلطجية في كل مكان، يخطفهم وينهبهم ويسرقهم واتجار. أي أمن هذا؟ أي أمن؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت. إذا العدل، إحنا عايشين في بلاد غير المسلمين ولكن قمة العدل. مثلا في العدل والنتيجة أو الثمرة اللي جناها الناس من العدل هو الأمن، فبالتالي نام الناس، أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وعرضهم. في خطبة الوداع أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع دستور ليؤمن الناس على أنفسهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. في شيء يشغل الإنسان غير هذا؟ الأمن على النفس وعلى الحياة، والأمن على المال، والأمن على العرض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم. هذه شريعة الإسلام ما جاءت إلا لتوفر للإنسان الأمن في هذه المجالات. الأمن على النفس، أمن الدين أولا. إحنا قلنا الظلم أشد أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه بالشرك. إذا فجاءت الشريعة لتؤمن الإنسان على شرائعه وعلى دينه. ولو قرأتم وأنتم خارجين من المسجد الوثيقة العمرية لما راح القدس، ها، وأمن الصليبيين على صلبانهم وعلى كنائسهم وعلى معابدهم، وكتب عهدا وقع عليه أربعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوع حد يلمس كنائسهم، ممنوع حد يتعرض لهم، هم حرين عقيدتهم، هم حرين. احنا علينا ان عليك الا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انك لا تهدي من احببت. قمه الحريه في ممارسه العقائد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينه ولم يجبر اهلها على اعتناق الاسلام، هل اجبر اليهود على اعتناق الاسلام؟ هل سمعتم هذا؟ ابدا ابدا ما اجبر احد، انك لا تهدي من احد، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، الا باذن الله، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. فما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكل يتعاون على ان ينشئ نظاما يوفر للانسان الامن على النفس وعلى الاهل وعلى العرض وعلى المال وعلى الدين وعلى الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مقدمة الحديث: من بات آمنا في سره تأمن بين أهلك وولدك، فلا تفزع ولا يخوفوك ولا يقبض ولا أحد، ولا بلطجية يخطفوا الأولاد، ولا فتية ولا ترويع. آمنا في سره، والأمن بقى الصحي والأمن الاجتماعي والأمن
الوظيفي والأمن العقدي، كلها أنواع من الأمن. فلو أنت أمن على هذه، حد يقول لك أنت ليش دخلت المسجد؟ في بوليس ويقول لك ليش دخلت. من بات آمنا في سر معافا في بدنه، نعمة العافية، العافية. وكلمة العافية يعني أنك خال لا تشكو من أي مرض ولا وجع ولا ألم، معافى. كان في مصر يقول لك فلان معافى، معافى يعني لن يخدم في الخدمة الإلزامية، معافى. معافى ده يا سلام حفلة. فكأنه الإنسان المعافى، ما معنى المعافى؟ أطلق سراحه، يعني المتحرر، بعيد عن المرض، بعيد عن الألم، بعيد عن الكذا، معافى في بدنه. عنده قوت يوم. شوف ثلاث أسباب: الأمن، الأمن في العائلة على النفس والأهل، والأمن الصحي معافى في بدنه، والأمن الغذائي المالي. إذن عندك ثلاث أصناف: الأمن الاجتماعي، ثم الأمن الصحي، ثم الأمن المالي. ثلاثة كلها تشغل حياة الناس. فلو أنت آمن في مجتمعك وفي أهلك وفي عائلتك ومعافى في بدنك، الحمد لله ربنا من عليك بنعمة العافية والصحة، ثم إنه عندك مصدر للرزق تتقوت منه ولو كان حتى ولو كان قليل، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنك تملك الدنيا. ما قيمة المال بدون أمن؟ إحنا في مصر أصحاب المشروعات، أصحاب الأموال كلهم بدأوا يسحبوا أموالهم يروحوا بلاد أخرى، لأنه ما قيمة إن أنا عندي بيزنس ومغلق، أدفع أجور العمال وكل يوم لا خلينا نخلص من هذا البيزنس، وبالتالي تنهار الدولة. إذا كل صاحب مشروع مطلوب منه التزامات شهرية تدفع، والعمال كل يوم في عصامات وإضرابات، والمصنع مغلق، وحظر تجوال وعبداء، طب منين يدفع؟ اغلق، سلام عليكم. إذا حصل هذا من كل أصحاب المشروعات أو من معظمهم، البلد تنهار، وبالتالي لا أحد لا يأمن لا على نفسه، تنتشر السرقات وينتشر الإرهاب والتخويف والفدية، وينتشر كل هذا لغياب الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي والعملي كل هذا. فإذا انتقد واحد الكل ينتقد، إذا غاب واحد من هؤلاء الكل يغيب. فأصحاب الأموال أهم عنصر عندهم أن يكون فيها ليستثمر. إحنا نشوف بلاد صغيرة جدا وجزر فيها مئات الآلاف من المليارات تستثمر بسبب أنها جزيرة صغيرة توفر لها الأمن، ما فيش اضطرابات سياسية، مش كلام. ويقول لك كما يقولون رأس المال جبان. ما معنى جبان؟ إنه رأس المال يأتي إلى البلد الآمن، والاستثمارات تأتي إلى البلد الآمن. بدون أمن فيش استثمارات، وما فيش استثمارات ما فيش عمل، فيش عمل يعني ما فيش مال، فيش مال يعني في سرقة، فيش سرقة يعني في سرقة، يعني في تهديد لحياة الناس. والسارق بيعمل أي شيء، يروح يسرق، يطلع لواحد يدافع عن نفسه وكذا، يضربه ويموته، يعني كل شيء أصبح ممكن كنتيجة لغياب الأمن. فالأمن لا يفرض، إنما هو ثمرة من ثمرات العدل. الأمن ثمرة من ثمرات إقامة العدل في البلاد. إذا تحقق العدل تحقق الأمن، غاب العدل غاب الأمن. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ثلاث أشياء: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة كان يجمع معاني عظيمة، كلمات بالحقيقة المتأمل فيها والمتدبر فيها يجب أنها ترسم حياة المسلم وتوضح له طريق النجاة
طريق السعادة، طريق الاستقرار. فأول درجة من درجات الأمن هو الإيمان. الله عز وجل يقول في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. جماعة من المدينة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونهم على على السمع والطاعة فيما يحبون ويكرهون، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. مبايعة على الصدق والإيمان والإخلاص والتأييد للنبي ولدينه صلى الله عليه وسلم. لما بايعوه، اسمع إلى الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى المبايعة يا جماعة؟ أخذوا العهد على أنفسهم بالصدق والوفاء والإخلاص لدين الله. ما النتيجة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: لقد رضي الله، أو شوف لقد رضي الله عن المؤمنين، رضى الله، إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب، وما أدراك أنهم صادقون؟ فعلم ما في قلوبهم. من اللي علم؟ الله. فماذا كانت النتيجة؟ لا. طيب، لما يقول فعلم ما في قلوبهم وقال في البداية رضي، يبقى هل هم أناس مسلمون حقا أم منافقون حقا؟ ها؟ مسلمون. لماذا؟ لأنه الراضي، لقد رضي الله عن هؤلاء. شوف النتيجة: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وما هي السكينة؟ الأمن، الاستقرار، الراحة، السعادة. السعادة أمن. والله عز وجل قال عن المؤمنين: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، تعصبوا لمذاهبهم ولقبائلهم ولدين آبائهم الفاسد الظالم، تعصبوا للجاهلين، تعصبوا للكفر للضلال. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلين. وماذا عن المؤمنين؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف الفرق. اللي يتعصب لقبيلته، يتعصب لباطل، يتعصب لظلم، يتعصب لطائفة يعلم أنها باغية أو ظالمة، خليك عيش في الجاهلية. أما المؤمنين الذين تأسوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وليس ذلك فحسب، مش الأمن بس، ده جاء يعني ربط قلوبهم على التقوى وألزمهم. من اللي ألزم؟ من اللي ساعد؟ مين يتمسك بحبل الله؟ الله عز وجل أعان هؤلاء المؤمنين الصادقين في مواجهة المحن على أن يتمسكوا بالحق ويلزموا طريق التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كيف استحقوا هذا؟ بالصدق، بالإخلاص، بالثبات، بالثبات على دين الله عز وجل. طيب، إذا كان عندك مال وعندك بلد بلا أمن، هل تهنأ بلقمة أو طعام؟ هل يمكنك أن تنام؟ لا يمكن. الخائف لا ينام، الخائف لا ينام. يبقى عندك ما وأنت مهدد يسلب منك في أي لحظة، وقد يترتب على سلبه المصيبة والعياذ بالله أعمر، تقتل. ما هو المجرم ما عندوش شيء يخاف منه ولا يبكي عليه. أي واحد سيقف حائلا بينه وبين غايته يقتله، لا يبالي، لأنه إنسان ضائع مشرد فاسد. فما قيمة الطعام إن غاب الأمن؟ وما قيمة الشراب؟ وكيف ينعس وكيف ينام الإنسان وهو قد أصابه الهلع والخوف؟ لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان وهو في هذه الحالة. إذن أمن الفرد وأمن العائلة
وأمن المجتمع غاية من غايات الإسلام. الإسلام كفل حرية التعبير، كفل حرية الرأي، كفل حرية المال طالما تؤدي حقه، تعمل بالتجارة تعمل، تزرع ازرع وآتوا حقه يوم حصاده، تجارة تاجر ادفع زكاة مالك، كفل كل الحريات، كل الحريات. طيب الأمن الاقتصادي هو مسؤولية مين؟ إنه الناس تشرب ماء غير صالح لشرب حتى أعزكم الله الحيوانات، مسؤولية مين؟ مين اللي بيوفر هذا الجهاز؟ هيئة المياه الشرب مسؤولية الدولة ولا مسؤولية الفرد؟ مسؤولية الدولة. رجل شوف معظم بلاد المسلمين يدفع فواتير شهرية لماء أصلا في حد ذاته لا يصلح لشرب أعزكم الله الحيوانات. هذه مسؤولية الدولة، الأمن المائي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي. مسؤولية مين؟ علاج الفقراء. يعني إذا قلنا في بلادنا ما فيش نظام منظومة التأمين الصحي كلها فاشلة، من يتولى علاج الفقراء اللي فيه نسب بالملايين التهاب كبدي، التهاب كبدي والتهاب رئوي ومشاكل عظيمة تحتاج مئات الآلاف من الدولارات للعلاج، من يتولى نفقة هؤلاء؟ يتركوهم يحطوا في المستشفيات الحكومة حتى يرفض الأنفاس. كيف يأمن الإنسان على نفسه وهو لا وظيفة ولا أمن على النفس ولا على الولد ولا أمن صحي ولا أمن حتى الماء اللي يشربه ماء غير صالح للشرب؟ مسؤولية مين؟ الإسلام كفل كل هذا. إذا كان سيدنا عمر يمر ويجد رجل يهودي يسأل الناس، فسأل من هذا؟ ما أعرفه. قالوا هذا رجل يهودي. يسأل الناس يعني تأكلون شبابه وشيبه، يعني لما يكون كان شاب يدفع الجزية ويدفع المطلوب منه ولما يصل إلى سن غير قادر على العمل نأكل إحنا شيبته ونذله؟ افرضوا له فرضا من بيت مال المسلمين، سألوا الشيخة يذهب إلى بيته يروح، يتفضل يروح على بيته ويجيله داخل لغاية بيته. إذا الإسلام أمن هذا أمنا اقتصاديا على نفسه أن يسأل الناس وأمنه، فما بالك بالمسلمين الموحدين. حين يصبح المرء آمنا في أهله أول بشائر اليوم يصبح مستبشر، لما تقوم مطمئن مش خائف، مش خايف لا يقبض عليك، مش خايف على أهلك تتركهم يحصل لهم مكروه، وفي أمن غذائي وفي أمن، هنا الدولة توفر فود ستام وتوفر علاج للفقراء وتوفر كذا، لما تخرج من بيتك وأنت مستبشر وأنت آمن في أهلك، هذه أول بشريات اليوم، وصحة البدن بعد ذلك تكون قادر على الذهاب إلى العمل، هذه البشرة التالية. ثم بعد ذلك تذهب إلى عملك فتجمع ما ساقه الله إليه فترجع سعيدا مستبشرا بنعم الله عز وجل عليك. نعمة الصحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان، سماهم نعمتان، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس يستخدم هذا الأمر في الإضرار بنفسه، الصحة يهلكها فيما حرم الله، والوقت الفراغ بدلا من أن يستثمره في العلم ولا في العمل ولا في الإنتاج وفي دعم الاقتصاد العائلي لعيلته ولبلده ولكذا، يستخدمه في معصية الله عز وجل. فالسلام والأمن لا يعدلهما شيء، والصحة التامة والسلامة من العلل والأسقام في البدن ظاهرا وباطنا لمن أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان لكي يهنأ ويسعد في هذه الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن، يقول استعن بالله ولا تعجز، ثم يقول المؤمن القوي معافى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني ممارسة الرياضة وتقوية البدن لتنعم حتى يكون المسلمون دائما، شوف بالله عليك مرض الكبد
والهيباتيتس اي وبي وسي في بلادنا كم نسبته؟ اهمال سواء من الفرد او من المجتمع او من الدوله. لا العلاج نفقاته باهظه وفيها عدم توعيه من اجهزه الاعلام وفي غياب الوعي عند الناس والانشغال بهموم الدنيا والعمل حتى يفاجئ بانه محتاج والعياذ بالله تغيير للقلب او للكبد او للكليتين وامور لا يقوى عليها فيرموه في مستشفى الحكومه حتى ينفض انفاسه. فالمؤمن القوي منها يستنتج المسلم انه لابد ان يعمل على تقويه هذا الجسد ومعالجه الاسقام والاوباء التي قد تصيب هذا الجسد. يقول ابن القيم عن نفسه يقول انه احصى ما للامران من فوائد وحكم. طبعا الامراض ما فيش واحد يسال ربنا والعياذ بالله ده من سؤال لا تساله العافيه والمعافاه من المرض مش تساله المرض. لكن بيقول اذا قدر لانسان انه يبتليه الله عز وجل بذلك ففيها فوائد. واحد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله منها ما ذكره ابن القيم. جاء رجل وقال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ يعني ما حكمها؟ قال كفارة. قال أبي بن كعب وإن قلت يا رسول الله يعني حتى لو شيء بسيط. قال وإن شوكة أو إن شوكة فما فوقها يعني حتى لو شيكا رجلك أو يدك بشوكة لك فيها أجر وهي كفارة وإن شوكة فما فوقها. والإمام البخاري يقول عن الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. إذن الإنسان لا يتمنى المرض لكن إذا وقع يعلم أن في الصبر عليه أجر عظيم وفي نفس الوقت يتداوى. ألا فتداوى ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء ألا فتداوى عباد الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم ترون الكافر من أصح الناس بدنا إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضهم قلبا. لأنه ما معنى قلب المريض يعني عنده القلب؟ لا مش عنده القلب قلبه خالي من الإيمان كافر. إذن فهو أصح الناس جسما لكنه أمرض الناس قلبا بسبب الكفر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا لأنه قلب يحمل الإيمان وأمرضهم جسما. وأيم الله من اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله يعني يحلف بالله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان عزكم الله. إذا طيب ماذا لو جمع المؤمن بين قوة القلب وقوة البدن؟ هذا أحسن واحد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في ناس في بلادنا برضه مهتمة بكمال الأجسام ما شاء الله صحة سلامة لكن قد لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله. والله عز وجل يقول في القرآن يصف هؤلاء وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ولا ما عندوش علم ولا عنده دين ولا عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. إذا لو اجتمع الخيران قوة الإيمان أي قوة القلب مع قوة الجسد هذا أفضل عند الله عز وجل من المؤمن القوي القلب الضعيف البدن وفي كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول تعوذوا بالله آخر جزء قوت يوم قوت كان يقول تعوذوا بالله من الفقر
والقلة والذلة. الفقر معناها يا جماعة قلة المال. انت تحتاج الى 1000 دولار، انت معك 100 دولار، قلة المال اللي عندك لا يكفي حاجتك. ويترتب عليه اذا انت محتاج 1000 ضروري تدفع الايجار، خلينا نقول 500، والطعام والشراب والكذا محتاج 1000، انت عندك 100. اذا المال اللي عندك قليل لا يكفي حاجتك وحاجة اولادك، فتضطر الى الاقتراض، والاقتراض مذلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتبها واحدة بعد الأخرى، قال تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. والذلة أولها الفقر الحاجة، ثم قلة الموارد التي تكفي لتغطية الحاجات، وبالتالي يتعرض الإنسان والعياذ بالله لمذلة السؤال والحاجة عند الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر، من الكفر والفقر، من الكفر والفقر، جمع بين الكفر والفقر، لأن الفقر قد يجبر الإنسان على فعل ما لا يرضاه، وقد يفعل ما لا يرضاه الله ولا رسوله، مجبر أحيانا. إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والقلة والذلة، كما استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر. والله عز وجل حذر أيضا أن الفقر مشكلة والغنى أكثر مشكلة. الفقر مذلة، لكن الغنى قد يؤدي إلى الطغيان. الله عز وجل قال كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. فالمال فتنة والفقر فتنة، لكن فتنة المال والغنى أقوى بكثير من فتنة الفقر. صحيح الفقير قد يضطر إلى ارتكاب ما حرم الله، لكن تحت ضغط الحاجة يلتمس له العذر. إنما لصاحب المال، أنت رجل أمن الله عليك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، ما عذرك في معصية الله عز وجل؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن الوسطية، الوسطية والأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، وفي رواية اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، رواية صحيحة تاني، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، واجعل في رواية أخرى اجعل عيش آل محمد كفافا. يعني ما معنى كفافا؟ يا رب يعني الحد الأدنى، مش عايز أوفر، أنا ما أريد أخزن، يعني اللي يجي كده يكفيني ويكفي أهلي، نعمة من الله، نعمة من الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن الغنى حرام، لا، ده ربنا ذكر في القرآن عن أصحاب الأموال كثير. فأما من أعطى، ومن اللي بيعطي، الفقير ولا الغني؟ الغني. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الغني. والغني بقى اللي لعنه الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما لم يغني عنه ماله. والله عز وجل قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لكن في من أصحاب الأموال عبد الرحمن بن عوف، عثمان، أبو بكر، عمر وغيرهم، كان مالهم مصدر خير لهم وللأمة، لهم وللأمة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر، يعني اللي انت عايز القلب الطاهر هذا اللي ينفق بهذا الكرم وهذا الجود لا يمكن يتجرأ على الله بالمعصية. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ويشجع أصحاب الأموال فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال اللي جمع من حلال وأنفق في حلال وينفق في أوجه الخير هذا نعم المال. إنما المال اللي يدفع صاحبه للكبر
والغرور والعجب والتعالي على الناس، هذا والعياذ بالله بئس المال في يد شرار الناس والعياذ بالله. الله عز وجل جعل المال زينة من زينة الحياة الدنيا، ولكن جعل الله عز وجل حتى الكفاف للمؤمن بحسب المال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، يعني الإنسان ماذا يريد في هذه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. إذن فإحنا أمام خيارين، إما أن يكون الإنسان محدود الدخل فيرضى بما قسم الله ويكون قانعا بما قسمه الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، أو يكون غني فيتقي الله في ماله فيكتسبه من حلال وينفقه من حلال في حلال، فيكون نعم المال لنعم العبد الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقنعنا وإياكم بما رزقنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم انشر الأمن والسلامة في بلاد المسلمين، اللهم انشر الأمن والسلامة في بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأمن المسلمين في أوطانهم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ألف بين قلوب عبادك، اجمع كلمتهم، وحد صفهم، ألهمهم رشدهم، رد عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله